راح لجنان مسا على الناس المخرمسة، ورجعنا لكم في جنان جديد. وجنان المرة هذه ما حيكون في جدة، جنان المرة هذه حيكون في الرياض. ايش حنسوي في الرياض؟ خلوكم معايا. ايش بس حابة تملح لانه نور الشمس والهذا معاكس نور الايمان. ف شوف نور الايمان عندك منخفض شوي، يبي لك شد حيلك برضه، يبيك شد حيلك شوي، ايمانك ضعيف يا ابني. وصلنا الرياض وتحديدا الى معرض حركة. المعرض يعتبر من افضل المعارض المختصة في الاكل، مئات المطاعم المشاركة فيه. انا تحديدا وبصراحة يعني جاي اكل بس يا خدمي. انا جاي اكل واجرب واخذ افكار، لانه هو هذا المطعم الوحيد اللي يعطيك افكار اذا انت كنت مختص بالاكل او المطاعم او تحب تاكل برضو، فاهم كيف؟ Young money. I know you're gonna do it for the grand, right? He ain't got that dough. First things first, I get all the money. Girls like me keep it honey. Girls like you cause you funny. You boys ain't stunners. I'm the one that came in the summer. I got a black Barbie, she into Minaj. I'ma do it all night till I got nothing. Sip got me buzzing. I am not a husband. I could be your daddy cause I am a motherfucker. Can you make a dip? Make a dip. 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 تغريني الأماكن هذه. أنت تغريك؟ أنا قهوة. آه أيوة. سكر وقهوة وشاي. إيه؟ سكر وقهوة وشاي. سكر وقهوة وشاي. أيوة. Make a dip, yeah, baby, take a sip. Take a sip, take a sip, take a sip, take a sip, take a sip. Yeah, baby, show me how you make it dip. I think he wanna tippy to tippy, then put it on my lippy. Even when it gets sticky, he know it still got the drippy. Yeah, I'm pulling your card though, got him calling me Vicky. All these bitches, my minis, got him calling me Mickey. Well, that rah-rah never was the icon issue. Harper's Bazaar, I'm covering the icon issue. I got issues, yeah, bro, I got issues. من أجمل الشركات المشاركة في هذا المعرض صراحة، يعني هو متكلف بالتصميم البوث تبعه، تكلفة مو طبيعية. Take a sip, take a sip, lick a lips, lick a lips. Yeah, baby, I just wanna see you dip, see you dip. Make a dip, make a dip, make a dip, make a dip. أحلى حاجة عجبتك في المعرض؟ أنت صراحة. تحفة. تحفة وجميلة. أجمل حاجة شفتها في المعرض. أنت والله العظيم. الله أكبر عليك. راح يكون أحسن. بالضبط. إن شاء الله. ولسه بكرة أحسن. إن شاء الله. ويبقى الأمل. يبقى الأمل. ويبقى الفريق. المعرض كان شيء مرتب وحاجة جميلة، يعني مجمع كل حقون المطاعم والضيافة وهذه الأمور. بس بأمانة يعني الحمد لله أنه أحلى شيء هنا في المعرض كان فود. وهي هذه خلاصة فيديو اليوم. لو كنت ناوي تفتح مطعم أو فود تراك أو حتى كافي، فما لك إلا تطبيق فود بوك اللي هو يعتبر من أفضل التطبيقات المختصة في إدارة المطاعم حاليا. وبعد تجربة التطبيق عندهم أنا فعليا لا يسعني سوى أن أقول نسمع أقوى تحية لأفضل شركة مشاركة في حركة 2018.
انا ما قلت هم قال. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب في الفيديوهات السابقة، وإلى لقاء آخر في بلوج اخضر وسلام.